دير لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك جديد الأخبار المغربية. هذه أبرز العناوين. هام لكل من يريد امتلاك رخصة السياقة بالمغرب، وهذه أبرز التغييرات. بلاغ عاجل، الجزائر تفتح حدودها البرية جوجبغال مع المغرب لهذا السبب. هام لكل من يريد امتلاك رخصة السياقة بالمغرب، وهذه أبرز التغييرات، حيث إن نيل رخصة السياقة لن يكون أمرا سهل المنال بعد قرار تأهيل منظومة اجتياز الامتحان. فقد أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنها تعمل حاليا على عدد من القرارات تخص نيل هذه الرخصة. وكشفت الوكالة أن القرارات الجديدة سيتم الشروع في أجراءتها في الشهور المقبلة، ويشمل تأهيل المنظومة وفق معطيات تضمنها برنامج عمل الوكالة برسم السنة الجارية 2023، وضع بنك جديد للأسئلة الخاصة بالامتحان النظري الذي يجتازه المترشحون. وأفادت النارسة أنها ستعمل برسم هذه السنة على وضع مختلف المعدات والدعائم البيداغوجية، رهن إشارة مؤسسات تعليم السياق عبر التراب الوطني، إلى جانب تنزيل التكوين التأهيلي والتكوين المستمر الخاص بمدربي تعليم السياق، ووضع مخطط مديري يرمي إلى تطوير القطاع. ووضعت الوكالة ضمن برنامجها الذي سطرت تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية وبرمجت مشاريع تهدف إلى تحسين سلامة المركبات، فضلا عن المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية الآمنة. هام جدا، الجزائر تفتح حدودها البرية مع المغرب زوجبغال لهذا السبب، حيث كشفت مصادر إعلامية أن معبر زوجبغال الحدودي قد يفتح خلال الساعات القادمة بشكل استثنائي وبدافع إنساني. وقالت ذات المصادر إنه من المتوقع أن يتم استقبال جثمان فتاة لقيت حتفها في وقت سابق بإحدى شواطئ الجزائر أثناء محاولة هجرتها نحو إسبانيا. وتنحدر الفتاة المذكورة من بلدية أحفير حوالي 40 كيلومتر شمال مدينة وجدة، وتبلغ من العمر حوالي 30 سنة. ويشار أن الحدود المغربية الجزائرية سبق لها أن فتحت أبوابها استثنائيا خلال مناسبات عديدة منذ إغلاقها صيف 1994 لاستقبال الجتامين أو تبادل السجناء بين البلدين. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.